مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي قناة المحور، أهلا وسهلا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج الطبيب. حلقتنا النهاردة هتتكلم فيها عن الجمال. كان زمان اللي عايز يعمل حاجة علشان يصلح بيها شكله أو يصلح بيها القوام بتاعه كان بيخاف أنه يسلم نفسه لمشرط الدكتور، لمجرد بس أنه هو خايف وقلقان من أنه هو يتحط تحت إيد الدكتور في أنه هو يصلح حاجة، فوبيا القلق من العمليات الجراحية. لكن دلوقتي بعد التقدم الكبير في عالم التجميل والأجهزة الجديدة والوسائل المساعدة الأكتر، حتى لو كان العملية دي هتغير له نمط حياته وتخليه بشكل أجمل وبصحة أفضل وتحسن حالته النفسية أكتر، كان زمان بيخاف منها، لكن دلوقتي بقى يقدم عليها بشكل أكبر وأسرع بكتير. هنتكلم النهاردة عن تجميل الوجه وبصفة خاصة تجميل الأنف. بس اسمحوا لي الأول أرحب بضيفنا اللي منورنا في الاستوديو، أستاذ الدكتور آسر الهلالي، أستاذ مساعد جراحة تجميل كلية طب جامعة عين شمس. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك، إزاي؟ دكتور، كان زمان عمليات الأنف بتغير شكل المريض تماما، كان بيبقى باين أثر العملية، كان شكل العملية بيبقى باين في وشه. أصلا تغيير شكل الأنف بيغير شكل الوش خالص، بس لو اتعملت العملية بشكل يبان فيها ان هي معمولة كان بيبقى الشكل مش لطيف. ايه الجديد دلوقتي في العمليات دي خلت بقى شكل العملية لطيف؟ هو مبدئيا عشان افكر ان انا اعمل تجميل انف لازم اعرف الانف دي فيها مشكلة ولا لا. عشان اعرف فيها مشكلة هي بتبقى عملية نسبية الانف مع بقية الوجه. لقينا فيها مشكلة ولقينا ان في حاجة في مقاساتها مختلفة، انا لما احاول اجي اعملها عملية من الصح ان ما يبانش انها معمولة على عملية، مش صح ان يبان ان حد يتقال له انت عامل عملية مناخير، صح يتقال في حاجة متغيرة، something is different، في حاجة اتغيرت في شكل المناخير، صغرت شوية، بقت مدببة اكتر، بقت اقصر شوية، بس ما تبقاش واضحة جدا للعامة. ده الصح ان انا اقدر اعمل عملية تجميل. طبعا بيبقى في تغيير في الشكل بس مش تغيير جذري. طبعا للأحسن. للأحسن طبعا. طبعا للأحسن. انت بتحاولي ترجعي المواصفات او البروبورشنز او النسب السليمه للوجه بتجميل الانف. هي مش فكره بس ان انا بجمل الانف، لا، فكره ان انا ببص على الوجه ككتله واحده وفي نفس الوقت ببص على الانف نفسها اقدر اعمل فيها ايه بحيث انها ترجع في هارموني او تناسق مع بقيه الوش. بس شكل العمليه ما بيبقاش باين ان هي معموله، يعني ما فيش خطوط، ما فيش خياطه، لا لا لا، ما فيش خطوط خالص، لا لا لا، العمليه كلها بتتعمل من اغلب الناس بتعملها من جوه الانف. ممكن تبقى حاجة بسيطة في الكوليومال، الأرنبة اللي بيسموها الأرنبة، المنطقة اللي تحت دي حاجة ما بتبانش أساساً. لا، مفروض ما يبقاش فيها خطوط. جالنا دكتور أسئلة كمان ناس كتير سألتنا فيها قبل طبعاً الحلقة، إنه هل العمليات اللي بتتعمل في الأنف بتأثر على التنفس، وخصوصاً لو كان حد مثلاً عنده ربو من الطفولة أو حاجة كده أو مشاكل في التنفس بصفة عامة؟ هو دلوقتي أنا كجراح تجميل أو أي حد بيبص على منطقة الأنف أو تجميل الأنف لينا دورين في هذا الموضوع. لازم دور جمالي إن أنا أصلح الجمال، وفي نفس الوقت لازم دور وظائفي. أنت جراح التجميل مش هيصلح شكل الأنف ويبوظ التنفس. هي ما بتأثرش على التنفس، مفروض ما تأثرش على التنفس ولا تأثر على الرب، بالعكس احنا في عمليات بنعملها بنجمل الأنف فتحسن التنفس وتحسن توسع مدخل الهواء للأنف أو لبقية الجسم. ده الصح اللي يتعمل. مش بس كده، احنا ساعات مع تجميل الأنف بنعمل بنصلح الحاجز الأنفي، فإصلاح الحاجز الأنفي بأي طريقة كانت بيحسن التنفس، بيقلل الربو زي ما حضرتك بتقولي، بس الربو اللي ناتج عن حساسية مش الربو اللي من الصدر. فدايما بنركز على النقطتين دول، إن أنا أعمل جمال ووظيفة. ما هي الناس كمان عندها اعتقاد خاطئ إن تجميل إن عمليات تجميل الأنف بس عملية تجميلية، مش بس لا. إصلاح كمان عيوب خلقية أو لا. إصلاح مشاكل ممكن تكون موجودة في الأنف أصلا. ما هو تجميل الأنف أساسا أنا لو هعملها ممكن أعملها عشان شكلها مش كويس أو عملت ناتج عن حادثة. ما هو فعلا حوادث كتير جدا بتأثر على منظر الأنف، بالذات بيجي لنا العظام متكسرة، حوادث العربيات كثرتها، العيوب الخلقية ساعات بيبقى فيها عيوب خلقية في الأنف نفسها، دي محتاجة إصلاح. كل ده يدخل تحت نطاق او كل ده اسمه تجميل الانف، لدرجه ان احنا ساعات بناخد عظم من اماكن اخرى في الجسم عشان نحط نصلح عظمه الانف،
اصلح الشكل بتاعها. ساعات ما بيبقاش عندي ستراكشر، يعني ما عنديش كيان للانف بنعمله، ساعات الجلد ما بيبقاش موجود نصلحه من اول وجديد، في اعاده بناء للانف من الالف للياء، فكل ده داخل تحت نطاق تجميل للانف. عايزه بقى اعرف يعني ازاي اصلا بتتم العمليه دي؟ الانف بنقسمها يوجولي عامه، ما احنا نتكلم بايه، اصلاح ولا تجميل؟ في الحالتين نتكلم تجميل الاول. اوكي، الاسهل في الاول، عشان الاصلاح دايما بكل كل حاله على حده، يعني كل حاله المشكله اللي فيها بتواجه. الانف مقسومه الى نصفين عامه، الى جزء فيه غضاريف وجزء فيه عظام، الجزء الاعلى فيه عظم في والجزء الاسفل فيه غضاريف. الغضاريف لو كبيره او صغيره او اتجاهها خاطئ بيغير من شكل الجسم. بعاد عن بعض، اعرض، واسعين، كبيره، الجلد تخين، الدهون اللي تحت الجلد تخينه، كل ده في المنطقه اللي تحت بتبدا نتعالج الاول. بنشيل جزء من الغضاريف، بنرجع الغضاريف في مكانها المظبوط، بنشيل جزء من الحاجز الانفي او بنصلحه او الانعواج اللي فيه، بحيث ان انا بخليه يرجع مستقيم تاني. لو الانف على ناحيه او رايحه ناحيه ترجع في النص تاني. نبدا نتعامل مع جزء من الغضروف، وبعدين ندخل على الجزء بتاع العظام. العظام بتبقى عامله زي الهرم. الانف عامه عامله زي الهرم، عظمتين وعاملين زي الهرم. في الغالب بيتم كسرهم بحيث ان هم يتقربوا. معانا صوره يا دكتور على الشاشه، ممكن تشرح لنا عليها اكتر؟ دي بتوري نسب الوجه، يعني الانف تاخد خمس عرض الوجه. دي احد النسب اللي احنا بنحاول ننفذها او بنطبقها. دي التقسيمات اللي بنقسمها، دي التقسيمات اللي بنقسمها، العين خمس، المناخير عرضها الخمس بالذات عند منطقه الكيرف اللي تحت. فانا لما هاجي اشتغل لازم اشتغل بالمقاسات دي، فدي عمليه نسبيه فقط مش رقم. ده تجميل يا دكتور علشان تطلع الايديال، تجميل او المقاس، المقاس بالظبط. يعني انا ما اجيش اعمل الانف اعرض من كده او اقل من كده، لو عملته اقل يبدا يبان ان انا عامل مشكله. عشان هو اللي بيخلي البني ادم ياخد باله ان في مشكله، دي برضو المقاسات بس من منظور اخر. ده تلت تلت تلت، هو بتقسمها الوجه الى تلت تلت، الجبهه تلت، المناخير تلت، والجزء السفلي. طب على اي اساس يا دكتور بتقسم خمسه وبعدين ثلاثه؟ يعني على اي اساس ده؟ ولا ده على حسب الحاله المرضيه اللي قدام حضرتك؟ الحاله المرضيه او عندي ايه؟ ما هي دي بس دي ليا انا كرفرنس. يعني انا شايف دي، فما بيكون عندي مريض ايا كان شكله عامل ازاي بطبق ده عليه، مش بالظبط بالرقم، بطبق التلت تلت تلت وفيفت فيفت فيفت. مش بس كده، في زوايا لازم تطبق، مش بقى طول ولا زاويه 120 درجه او 90 95. انا شايفه حضرتك مدخل العين كمان في التقسيم. لازم العين تبقى موجوده، والمسافه بين العظمه للعين لازم تبقى مظبوطه من اليمين للشمال عشان تحاولي تظبطي الانف في النص. ودي حاجه مهمه جدا، يعني احنا بندور كجراح تجميل بدور على نقطه ثابته اشتغل منها. دي صوره تانية بتوريني المقاسات بتاعه الرجل والمراه. في فرق بين الزوايا بتاعه الرجل والمراه. الزوايا بين الشفه التحتانيه، بين الشفه والانف، او بين الانف والجبهه. دول برضو بنحاول نظبطهم في المنظر العام. ساعات ما بقوش موجودين، ساعات بتبقى زايده، ساعات بتبقى اقل. دي صور حقيقيه يا دكتور؟ دي صور عيانين راندم كده خدناهم حطيناهم، مش معمول لهم اي حاجه فوتوشوب. دي كانت بتشتكي مينلي من الجزء الاسفل من الانف، غضاريف كتير اتشالت. الحمد لله مش باين ان هي، ما اعتقدش باين ان هي عامله حاجه جامده. لا مش باين خالص ان هي عامله اي حاجه، بس طبيعي جدا. بس الشكل تحسن ككل، الشكل تحسن. ده من جنبه انتروبوستيرير، ده انف كبيره جدا في الغضاريف اللي تحت، تم تصغيرها. ده بقى غضروف مش عظمه، ده غضروف. ده المشكله اللي عندي تحت دي كلها غضروف. كل المنطقه اللي تحت دي غضاريف. نفس طبعا، يعني كومبليتلي تغيير خالص، كومبليت ديفرنس. هنا التيب اترفعت، حجمها قل. دي بس دايجرام بتبين الحاجز الانفي ازاي بيعوج المناخير لما يكون معوج. يعني انا عندي الحاجز الانفي في حاله زي دي عامل زي حرف الاس، فبيخلي الانف عامله زي الحرف الاس. في حاله بعد كده هتلاقي رسم، يعني دي مناخيرها عامله زي حرف الاس. لو دققنا مع الشكل قوي
اللي قبل بالذات اللي على الشمال دي عامله زي حرف الاس. غيرت يا دكتور شكلها خالص حتى من عند غيرت شكلها. لا ما هو ما هي دي نقطه مهمه جدا للمريضه دي. ما هو في نقطه كمان ان انا لما بعمل الانف لازم اخد بقيه مقاسات الوجه. دي عامله دقنها كمان معاها. دي احنا هنا بقى مش بس الانف صلحناها. يعني هي كمان رجعنا عامله دقن لان برضه رجعنا الدقن لورا. لو بصيتي على الصوره على الشمال الدقن كبيره شويه والانف راجع لجوه. على اليمين العكس الدقن راجع لورا شويه والانف بدات تظهر. فالشكل تحسن. عشان انا كنت صلحت الانف بس فقط ما كانتش هيبقى النتيجه ما كانتش هتديكي النتيجه اللي ترضى. طبعا جوليوس سيزر او قيصر هو اشهر ما كان عنده المناخ الانف بهذا المنظر اللي هو عنده عظمه زياده على الانف فوق. حتى كانوا بيسموها جوليوس سيزيريان نوز او جوليوس سيزر كان عنده الموضوع ده. عمليه سهله اكشلي. دي عمليه تعتبر سهله جدا ان احنا بنستأصل العظم ده كده طلعنا فوق في منطقه العظم. عظمه زايده بنشيلها فبترجع الانف متساويه الزاويه ترجع تاني طبيعي بدل ما هي كروكد يعني متعرجه. حضرتك من شويه وحضرتك بتشرح لنا على الانف قلت لي الدهون اللي موجوده تحت الانف. الدهون موجوده تحت الانف. اول مره اعرف موضوع ان كمان دي فيها دهون. طبعا فيها دهون. فيها طبيعه جلد. مع طبيعه الجلد الدهني. احنا ما بنيجي نعمل اسسمنت او يعني انا جاي لي مريض عايز اعمل له اسسمنت للانف. هي مش مجرد ان انا ابص عليه، انت بتبصي على حاجات معينه من 1 إلى 37 بتهيألي. فمن اولهم طبيعه الجلد وكميه الدهون اللي تحت الجلد. هو للاسف احنا في مصر اغلب الجلد بتاعنا دهني. فبيبقى فيه تكتلات دهنيه تحت الجلد، دي بتبقى مشكله، عندي سمك الجلد مشكله والتكتلات الدهنيه الصغيره اللي تحت الجلد في الانف مشكله. عشان انا بحاول اعمل شكل جديد بحاجات رؤيه قوي. فانا عايزه تبان لبره. فلان انا عندي لو جلد تخين ما بيبانش النتيجه كويس. يعني ممكن المشكله تبقى لغضروف والعظمه ممكن يبقى مشكله بس؟ في الدهون عندها جزء من الدهون هنا او عندها جزء الجلد تك. فحتى اما انا اشيل من الغضروف الجلد بيفضل محافظ على شكله الطبيعي. فانت ممكن تشيلي من الغضروف وفي نفس الوقت عايزه تصلحي الشكل بس الجلد من سمكه بيسيب الشكل الطبيعي. ما احنا برضو ما بنقدرش نعمل كل حاجه فروم اي تو زد يعني احنا مش ربنا سبحانه وتعالى. فدي لازم الحاجات اللي الدكتور يبص عليها ويقول للمريض عليها قبل ما اجراء اي عمليه عشان ما يتوقعش المريض نتيجه ما مش هيقدر الدكتور ينفذها مش مرضيه بالنسبه له. مش هيقدر الدكتور ينفذها. ما هو لازم يوصله كومبرومايز عشان المريض يبقى مبسوط والجراح يبقى مبسوط. ساعات المريض بيبقى مبسوط والجراح مش مبسوط وساعات العكس صحيح. هو طبعا الاسهل ان المريض يبقى مبسوط يعني دي النتيجه اللي دي النتيجه الامثل. بس ما اغلب الجراحين عمرهم ما بيبقوا مبسوطين 100% من شغلهم. مش دايما يا دكتور كل حد بيشتغل حاجه دايما بيبقى شايف نفسه انه ممكن يؤدي احسن لازم ممكن يعمل يتحسن احسن فيها. ويتحسن فيها لازم على طول. يتحسن فيها على طول. طب دكتور العمليه دي ليها انواع بتتعمل بطرق مختلفة؟ بتتعمل بطرق يعني مختلفة يعني بتختلف من جراح لجراح بيعملها ده بطريقة وده بطريقة؟ بتختلف من جراح لجراح وبتختلف من اسلوب لاسلوب بتختلف من غرزة لغرزة. بتختلف من غضروف لغضروف. انا احط غضروف هنا او ما احطوش احطه مقلوب ولا معدول. كان زمان وهي تطورت من الخمسينات 1950 لحد النهارده او قبل كده كمان. كان زمان مجرد استئصال ما بلعبش في الغضاريف ما بلعبش في الجلد. تطورت الى ان احنا بنفتح المناخير كلها ويبقى الكارت الدنيا مفروده قدامنا ونشتغل زي ما احنا عايزين. نحط غضاريف ساعات بناخد غضاريف من الضلع من الضلوع ونزوده لو المناخير الانف ضعيفه محتاجه تبان زي ما بنعمل مثلا ان احنا بناخد دهون من البطن مثلا ونحقنها في الوجه او في الايد او في الرجل نفس الوجه في... لا مش بس كده احنا ممكن اساسا بعض الدهون نصلح بيها بعض العيوب الصغيره في الانف كمان من غير عمليه. ساعات ممكن نصلح بعض العيوب الصغيره في الانف بفيلر من غير عمليه. يعني انا ممكن اعمل فيلر في الانف اصلح شكل الانف من غير ما اعمل عمليه ساعات. بس ده في حالات فيري سبيسيفيك يعني حاجات لازم ناخد بالنا هي ايه بالظبط عشان نعملها. الغالب الغالبيه العظمى بتبقى جايه لحضرتك علشان تصغر الانف. هل في شفت مره حد جالك يقول انا عايز اكبر؟ ما هي دي بتيجي بعد الحوادث. دي بقى في عمليات الحوادث دي بتيجي بعد الحوادث او بتيجي للاسف بعد حد عمل عمليه عملها قبل كده. نصلح عمليه كانت معموله وفشلت. مش فشلت. ما هو كلمه فشل دي كانت بتاعت زمان اللي هو الحمد لله العمليه نجحت ما بقاش ساتيسفاي عنها. نوت ساتيسفايد او اسرت زياده عن اللزوم. بقت اوطى من ما هو كان يتوقع. العظام اللي هنا اتكسرت لاي سبب ان كان وتفتتت فما عاد اعاده بناء.
أصعبهم طبعا أصعبهم إن أنا قصرت الأنف تبقى قصيرة، دي أصعب تصليح بعد كده إنها تقصر عن اللزوم. ده بالعكس الطويلة أصلحها تاني. شفنا كمان يا دكتور في الفترة الأخيرة في العمليات الكتير قوي اللي بقت تتعمل الموضة بقى، أنا عايزة أعمل عملية عشان أبقى شبه فلانة، أنا عايزة أعمل مناخيري تبقى شبه الفنانة الفلانية. ده حضرتك بتقابله إزاي؟ هل بتقنع المريض إنه لأ أنا هعمل لك اللي يناسب وشك، ولا ساعات تقول لك لأ أنا عايزة كده وخلاص؟ بصي، الصح إن أنا أعمل لك اللي يناسب وشك، والتغاضي عن ذلك مش صح، وإن أنا ألعب مع الموضة مش صح، وإن أنا ألعب مع شكل الفنانة الفلانية النهاردة أو بالشكل العام اللي طالع الأيام دي طالع موضة مثلا. فور إكزامبل أنا شخصيا لاحظتها، حقن الدهون في الخد بكمية غير طبيعية لدرجة إن العينين بتبقى مقفولة، لدرجة إن أنا مش عارف الفرق بين المطربة الفلانية والمطربة الأخرى أو الممثل الفلاني أو الممثل الأخر. ده مش صح. أنا عندي زي ما قلت لحضرتك مقاسات أو نسب أشتغل بيها للمنظر المثالي. إحنا كده كده عمرنا ما بنوصل، مفيش جراح في الدنيا بيوصل للمنظر المثالي. لكن أنا أحاول أوصل للمنظر المثالي، مش أحاول أعمل حاجة بره المنظر المثالي. لو أنا خرجت عنه أنا مش هبقى مبسوط، المريض لو مبسوط النهاردة مش هبقى مبسوط بكرة. لا، وأحسن حاجة إن الحاجة تبقى باينة ناتشرال. ما هي النقطة إن الموضة زي ما أنت بتقولي دي ذيس إز بروبلم. فأنا لو مشيت مع الموضة النهاردة وكانت الموضة المناخير قصيرة مثلا كمثال، وكمان سنتين اتغيرت الموضة، هعمل أنا إيه؟ كده الدنيا باظت. الموضة إن أنا أحقن دهون كتير في الخد، بس الموضة اللي بعديها بسنتين إن الوش يبقى رفيع. والتصليحات دي بتبقى أصعب من أصعب من إن إحنا نعمل إجراء عملية. هو أحسن ما أحسن شيء يتم إن المريض يعمل عملية أولى جيدة عند حد مختص، بحيث إن حتى لو محتاج حاجة اسمها تاتش أب تبقى حاجة بسيطة مش تبقى مشكلة كبيرة. طب لو حد جه لحضرتك مثلا عامل عملية في أنفه وجات لك مثلا فتحة أصغر من فتحة واحدة من هنا أعلى أو أقل، ده تصليحها بيكون سهل ولا؟ تصليحها بيكون سهل لو هي نسب، ومش شرط إنك أنت تصلحيها برضه. ممكن. ما هو دايما في اختلاف. لو اختلاف غير ملحوظ للعين المجردة أنا ما أنصحش إن حد يعمله. لو اختلاف بعض بوينت حاجه مليمتر، لا، ان انا احاول اصلح البوينت حاجه مليمتر الصغيره دي هبوظ اكتر ان انا اصلح. فما دام هي مش باينه للعامه، هو المريض اصله يبقى مهتم بنفسه اكتر من اي حد تاني. ما دام هي مش باينه للعامه والمنظر كويس جدا، لا ما انصحش ان حد يصلح. بس في تصليح، في تصليح للمسافه بتاعت الانف، في تصليح للتب، في تصليح للفتحات من اول وجديد، في تصليح للعظم من اول وجديد. كل ده ممكن يتعمل، بتبقى اصعب طبعا في المرحله الثانيه عن المرحله الاولى، بس بتتعمل. وفي ناس يعني انا مره عملت عمليه كانت عامله خمس عمليات قبليها. خمس عمليات قبل. تستحمل؟ لا ما استحملش طبعا. متعبه جدا، فيري ديفيكولت. عمليه مش سهله، بس انت لازم يعني انا حاولت اساعد بقدر المستطاع والحمد لله ما احتاجتش بعد كده حاجه، بس ست مرات. لحد امتى تقدر تقول لا خلاص مش هينفع نعمل بعد كده؟ والله انا ما بوصل، ما بقتنع بشكل معين بقول كده، ملهاش دعوه لحد امتى. او انا امكانياتي انا هتؤهلني ان انا اوصل لهذه المرحله. ودي نقطه مهمه، ان في فيجن لكل جراح. هي جراحه التجميل اصلها نظره اكتر ما منها فعل. انت لو اي جراح تجميل عنده فيجن او نظره بيعرف ينفذها او بيحاول ينفذها، ده هيدي احسن نتيجه ايا كان هو مين. ايا كان الجراح. دايما بنقول ان جراح التجميل فنان. فنان بس هي فنان رؤيه اكتر ما منها فنان رسام. فنان رؤيه للمقاسات ولل فنان مهندس دكتور. بالظبط. فنان مهندس دكتور واخدين جميع التخصصات. دكتور، هو ايه الاحتياطات اللي لازم المريض ياخدها بعد اجراء العمليه؟ هو ايا كان هي العمليه عمليه بسيطه، ما بتاخدش يعني بتاخد من تتراوح من ساعه لساعتين ونص اكوردنج هيتعمل ايه يعني. بيخرج بعدها على طول؟ بيخرج بعديها بساعتين ثلاثه، بيروح بيتهم، بيبقى في الغالبيه العظمى في جبس على المناخير. الجبس ده بيتشال من خمس لسبعة ايام. بيبقى عندي تورم في الوجه، بالذات تحت العينين، حتى بيبقى كانهم مضروبين بوكس كده. بس ده طبيعي، ده شيء طبيعي بيروح لوحده في خمس سبعة ايام. هي النقطة اللي أنا بحس عليها بعد كده إن الأنف جلدها رفيع جدا.
يعني حتى النتائج اللي احنا شفناها في الصور دي مش نتائج نهائية، دي نتائج مديانة 50% من النتيجة فقط. 50% الأخرى من النتيجة بتتحسن على مدار شهرين إلى ثلاثة. إيه العوامل اللي بتخليها تتحسن؟ هو بيبقى في تورم زي ما أي واحد بيشتغل في أي حاجة، لو اتخبط في إيده إيده بتورم. في الأنف بتورم أكتر عشان الجلد رفيع قوي والدنيا رفيعة جدا، فالورم بيقل تدريجيا بعد العملية. فأنا بعد ما بشيل الجبس بيكون عندي تحسن الورم بالنسبة الأنف، بتبقى نتيجتها وأنا بشيل الجبس 50-60% فقط. ال 50-60% ال 40% الباقيين على مدار شهر ونص لثلاث اشهر بتتحسن فيهم. ما يلبسش نظارة شمس يستحسن، عشان في الغالب بيبقى فيه شغل في العظم او النظر، لو ينفع يبدل النظر بلانزز في هذه الفترة. ما يتخبطش فيها طبعا، ما تتراي ان انا احافظ عليها بقدر المستطاع. بس هي ده اغلب ياكل اللي هو عايزه يشرب اللي هو عايزه. انا كنت بتسال طبعا ده لازم واشرب ايه؟ ما هو يعني هو المناخير ملهاش علاقه بقى بالاكل والشرب. سالتها قبل كده، ياكل اللي هو عايزه يشرب اللي هو عايزه، تنفس طبيعي، دور برد عادي، ما فيش مشكله، وات ايفر، حياه طبيعيه يعني. بعد يعني لو جاله برد عادي في الفتره دي بيمارس حياته زي اي شخص طبيعي. من بعد العمليه على طول بتبقى الدنيا مور اور ليس طبيعيه بغض النظر عن الورم يعني. السن عليه عامل يعني ممكن عليه عامل ما بنحبش نشتغل اقل من 16 سنه، 16 ل 18 كمان، عشان تكون نمو الانف وصل للفول سايز بتاعه، للحجم الكامل بتاعه. انا لو اشتغلت من عند 14 او 12 بتفضل تنمو الانف، فاللي انا عملته لا ما بيبقاش صح قوي. ولحد سن قد ايه؟ لحد ربنا يدينا يدينا ويديكي طول العمر. ما لهاش وملهاش برضو محاذير معايير مرضى بامراض معينه. ما المرضى بامراض معينه احنا بناخد بالنا. احنا اصلا ممكن نعملها بطريقتين، ممكن نعملها ببنج موضعي او ببنج كلي. اغلب الناس بتتعمل في مصر ببنج كلي عشان القلق والفوبيا بتاعت عشان القلق والفوبيا والرعب بتاع العمليات. فاحسن لنا، اريح لي انا كجراح اشتغل في حد ما بيتحركش. فممكن تعمل بين موضعي او بين كلي. لا كوموربيديتي او لو حد عنده سكر، ضغط، قلب، الكلام ده لازم ناخد بالنا نحطه في الاعتبار طبعا. لازم نكون واخدين الادويه بتاعتنا، لازم نكون عاملين تشيك اب طبي كامل قبل ما اشتغل. ده لازم. اخر حاجه دكتور، ما بيبقاش فيه اي ندوب في الوش او اي علامات تبين ان احنا عاملين عمليه؟ لا، ما انتي شفتي؟ لا، ما فيش سكارز خالص في الوش، ما فيش ولا ندبه بتطلع في الوش. حضرتك نورتنا. ده نورك والله. ميرسي لوجود حضرتك معانا، ومتشكرين جدا على المعلومات اللي حضرتك قدمتها لنا. انا استفدت جدا. أتمنى. واكيد المشاهدين استفادوا اكتر مني بكتير. اتمنى ذلك. حضرتك نورنا تاني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا هنطلع فاصل صغير قوي ونرجع تاني نكمل باقي حلقتنا، استنونا.